ازيكم يا مواليد برج الجدي، يا رب تكونوا بخير. انا مريم بعمل فيديوهات عن توقعات الابراج. توقعات برج الجدي اليوم الثلاث 28 ديسمبر كانون الاول 2021. هتحتل النهارده مكانه مهمه جدا بين كل زملائك، وممكن تحقق نجاح غير مسبوق ليك في العمل. ده هيحاول الجميع انه يستفيدوا منك ويتعرفوا على كل اللي انت بتعرف تعمله او اللي انت عاوز تحققه في احلامك، فانصحهم واعرض عليهم بعض الأمثلة علشان يعرفوا يمشوا في مسارك الصحيح. اشرح لهم بعض الخطط اللي ممكن تمكنهم من انهم ينجحوا ولكن دون فخر او حتى كبرياء منك. بالنسبة ليك يا برج الجدي مهنيا، ما تتعاملش مع الموضوعات البسيطة على انها كوارث طبيعية لا يمكنك التعامل معها. بيزعجك الكثير من الاوضاع في العمل وهتسعى على انك تغيرها، لكن الصبر هو الحل. بالنسبة ليك عاطفيا، الأعزب حلم جديد بيرافق سعادتك مع شريكك. حاول انك تستفيد من الفرصة المتاحة علشان تتقدم في العلاقة خطوة إضافية. المرتبط هتلاحق بعض الأفكار والأهداف وممكن تتعدد الاتجاهات، انتبه لكلامك أو قاد غضبك. بالنسبة ليك صحيا، الحاجة انك تتناول بعض الأطعمة اللي بتحتوي على نسبة عالية من البروتين وفيتامين سي زي عصير البرتقال أو اللحوم الحمراء، هتساعدك في تقوية مناعتك الجسدية. توقعات برج الجدي للرجل، حاول انك تكون اكتر دبلوماسية واقل اندفاعا مع الاخرين، خاصة مع زملائك في العمل. المبادرة والقرارات ليست جيدة اليوم ولن تأتي بمفعولها، فعليك الحذر خلال النهار والمساء، قد يخبئ لك الكثير على مسارك العاطفي، فكن اكثر ليونة مع من تحب. توقعات برج الجدي للمرأة، عليك معرفة طرق استدعاء الطاقات الإيجابية فقط والابتعاد عن السلبية. لقد نسيت القاعدة الأساسية في الحياة، وهي الحكم بعقلك أولا ومشاعرك حتى لا تتطوري في المزيد من المشاكل. عليك استخدام هذه القاعدة دايما، لا تطلقين العنان اليوم لخيالك الواسع وتعيشي في عالم الأحلام. حاول الرجوع إلى الواقع. بالنسبة لحركة الكواكب اليوم، يمكن أن تكون هناك توترات لو شعرنا بالعجز أو الطغيان، ويمكن أن نجد صعوبة في أننا نعبر عن نفسنا بطرق صحية ومباشرة، ويمكن أن تكون رغبتنا شديدة وبيصعب إشباعها، ويمكن إحباط الجهود المبذولة لإجراء تغيرات أو ظهور صراعات على السلطة. الوقت ده مش مثالي علشان تتفاعل مباشرة، وممكن يكون ضروري إجراء تعديلات على أهدافنا. يمكن لهذه الأشياء أن تستنزف طاقتنا مؤقتا أو أن تجعلنا نشعر بالضيق ونفاذ الصبر حتى نكتشف ما نفقده أو ما نعالجه بعد. قد تفوت جهودنا لتلبية رغباتنا الهدف، ولكن هذا يمنحنا فرصة علشان نجري تحسنات ونعيد المعايرة. بيدخل كوكب المشتري برج الحوت اليوم، وبينتقل إليه من اللافتة من يوم 13 مايو ليوم 28 يوليو، ولكن أثناء رجوع عاد كوكب المشتري لبرج الدلو حتى اليوم. هتبدأ الخطوة الثانية من هذا العبور وتستمر حتى يوم 10 مايو 22. هيشجعنا العبور ده على العطاء بأنفسنا واحتضان الرحمة والخيال. مع كوكب المشتري في برج الحوت، هتجذب الحظ وتجارب الحياة الغنية من خلال حدسنا ورؤيتنا وفهمنا، فنحن خيرون ونبحث عن المستضعف أكثر. نحن أكثر مثالية وربما أقل طموحا بالمعنى الدنيوي، ولدينا دافع أكثر للعطاء من الاستسلام. هيشجعنا كوكب المشتري في برج الحوت على تلبية احتياجاتنا من اللطف والتفاهم والرحمة، وفي الواقع يجب أن نراقب الهروب من الواقع وانحناء الفلسفات أو الأخلاق الشخصية لتتناسب مع المواقف والخداع وخداع الذات والقلق والاستياء المبهم وعدم الرغبة في مواجهة المشاكل أو الاهتمامات السلبية بشكل مباشر. بيحدث القمر الفارغ اليوم مع الجانب الآخر للقمر قبل، وبيدخل القمر العقرب في المساء. وبكده بنكون وصلنا لآخر الفيديو. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش انتم مستنين ايه؟ اضغطوا على الاشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معايا. انا بكبر بيكم ومعاكم.